طبعا عناوين الأهلي في الصحف وأهم هذه العناوين. الأهرام، الأهلي يغادر إلى إثيوبيا لمواجهة جيما بدوري أبطال إفريقيا. يوسف، نقص الأكسجين يزيد من صعوبة اللقاء. وعدلي، الفريق يتدرب مرتين في أديس أبابا. في الأخبار، الأهلي يخشى مفاجآت ملعب جيما، يغادر اليوم إلى إثيوبيا بخطة الفوز. يوسف، عجلة الانتصارات الحمراء لن تتوقف وثقتي كبيرة في اللاعبين. في الأخبار المسائية، الأهلي يطير إلى إثيوبيا، يوسف يخشى الإجهاد ويجهز عاشور وإكرامي. اليوم السابع، الأهلي يطير إلى إثيوبيا الليلة لمواجهة جيما في موقعة الصعود الأفريقي. الأحمر يسدد 30 مليون جنيه للمقفة ودجلة، ولا سارتي يدرس التقرير الشامل في أوروغواي. روزا اليوسف، من التتش إلى إثيوبيا، الأهلي يؤدي مرانه الأخير قبل السفر استعدادا لجيما. المساء، محمد يوسف قبل مواجهة جيما الأحد، صحوة الأهلي محليا، سلاحنا في أدغال أفريقيا. الأخبار، لاسارتي يدرس موقف جمعة، وعبد الحفيظ يتمسك بعقوبة مؤمن ويجتمع مع أزارو. الجمهورية، قبل غربلة اللاعبين في يناير، لاسارتي يطلب مشاهدة معلول وأجاي. الشروق، لاسارتي يجمد مؤقتا ملف الراحلين عن الأهلي. الأوروغوياني يطالب عبد الحفيظ بالرجوع إليه قبل تحديد الإعارات، ويطلب مشاهدة مباريات الثلاثي الجديد. الأهرام، أمير توفيق يتسلم مهام عمله في إدارة التعاقدات بالأهلي.